بالنسبه لهذا الباب تيتسمى الخدمه ديالو ارابيسك، جا السيد المستشار عطانا واحد الكتالوج وشفت عليه، قلت له ايه من طبيعه الحال نصوب لك استاذ هذه الخدمه هذه. صافي جبت داك الشيء، مشينا للمؤسسه السجنيه وانطبقنا الخدمه، درنا له واحد لي شونتيو شافوا وقلنا سير الله يسخر الامور. يا فاش بدينا ودرنا هاد الالوان هادو درناهم لهاد الباب هذا تسمى باب الرواص. بالنسبه لهذا الباب هذا انا بعدا انا اول مره تنخدم هذه الخدمه هذه الزعامه ديالي وداك الشيء، بس درت هذه الخدمه هذه وطلبت هذه الالوان ديال الصباغه هذا ودرت هذا. بالنسبه للاربيسك حيت فيه قوه الالوان، كاين الاحمر كاين الزرق كاين الصفار، كل داك الشيء تسمى ارابيسك ديالو. كان معايا سميتو الصديق ديالي هو اللي تيدير النائب ديالي السويني خالد، ودرنا اجتماع انا وياه وتراسينا داك الشيء ومشينا يسال الله الامور. بالنسبه للباب خذا لنا تقريبا شهر و نقول تقريبا شهر ونص. تيجيو عندنا النزلاء تيبداو يتعلموا عندنا وتنوريهم وتيخرجوا تيخدموا على برا تيديروا محلات ديالهم.